السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في عالم أمين. النهاردة إن شاء الله هنعمل كريم لفرد الشعر، هتكون إن شاء الله نتيجته فورية مذهلة بجد، تحفة جدا إن شاء الله. هتشوف الوصفة دي هتدعيلي. الكريم بتاعنا بطريقة طبيعية جدا، طبعا إحنا عملنا ريفيو عن الجلات وازاي نستخدمه والبايو بوينت وكل حاجات فرد الشعر الكيماوية اللي بتتباع في الصيدليات وفي محلات التجميل، وعندنا الأجزاء بتاعت الفيديوهات دي الخاصة بفرد الشعر. إنما النهاردة احنا هنعمل طريقة إن شاء الله طبيعية مفهاش أي حاجة كيماوية، كلها مكوناتها عندنا في البيت، بسيطة وسهلة، وإن شاء الله هتكون نتيجتها مضمونة بجد. هتكوني منبهرة بالنتيجة الحلوة دي. أول حاجة إن الطريقة بتاعت الكريم النهاردة عشان نحطه على شعرنا، هنحطه إزاي هنوصف كل حاجة بالتفصيل وهقولك كل حاجة إن شاء الله قبل ما نخلص الفيديو. عايزة اقولك ان كريم فرد الشعر بالطريقة الطبيعية بتقدر ان انت تستخدميه مرة كل اسبوع لمدة مثلا شهرين ثلاثة، علشان يديكي نتيجة مرضية وتحسي فعلا ان شعرك دايما مفرود. يعني لو انت استخدمتيه مرة في الاسبوع لمدة 3 شهور، يبقى معناه ان انت هتقدري بعد الثلاث شهور تكملي بقية السنة بشعر مفرود طري لامع، وانت بنفسك هتحسي بالفرق قبل الاستخدام وبعد ما واظبتي عليه واستخدمتيه مرة في الاسبوع، علشان تكون نتيجتها مضمونة. اول حاجة، اول مكون معايا عشان كريم بتاعي، معلقتين من النشا الكورن فلاور، معلقتين كبار من النشا. طبعا الكمية دي بتاعتك انت، يعني انت حسب طول شعرك، حسب سمك شعرك، لو تقيل لو خفيف يعني بتزودي الكمية على حسب شعرك، في واحدة شعرها طويل واحدة شعرها قصير كده يعني. يبقى الكمية وهنحط حوالي معلقتين كبار زيت زيتون، يبقى انا حتى لغايه دلوقتي معلقتين نشا كورن فلاور ومعلقتين كبار زيت زيتون بالشكل ده. هقلب كويس جدا. دلوقتي هوريكم النوع بتاع زيت الزيتون اللي انا بستخدمه في الوصفه، الحقيقه صورته بس ما طلعش وانا بحطه. بعد كده هحط معلقتين كبار من العسل بالشكل ده. هقلب المكونات تقليب جامد، بحيث انا عايزة قوام كريمي يكون سهل الدهن على الشعر زي اي كريم عموما، عايزة القوام بتاع الكريم بالشكل ده. انت اول ما بتحطي مكونات على بعضها هتحسي بنعومه جميله جدا. اول ما هتحطي المكونات هتحسي كده ان المكونات بتكون معاكي كريم ناعم سهل جدا. اهو ده الزيت الزيتون، هو زيت زيتون بكر، زيت زيتون بكر مفيد وتحفه جدا للشعر. طبعا مهما قلت عن تغذيته لبصيلات الشعر والجذور مش هقدر اوصفلك قد ايه زيت الزيتون مع النشا مفيد جدا لفرد وتغذية الشعر. طبعا لسه القوام مش زي ما انا عايزه، انا عايزاه كريمي بس يكون ينفع يدهن على الشعر، فانا بزود زي كده، لو لقيتيه متكتل كده بتزودي زيت الزيتون بالشكل ده. هنقلب جامد لغايه لما يديني القوام اللي انا عاوزاه، وفي كل مره انا بزود. طبعا عينيكي هي اللي هتكون عامله العيار الصح، عينيكي هي اللي هتحكم انت محتاجه كميه قد ايه. يعني انا بقولك المكونات والكميه هتحتاجيها بعينيكي انت،
شايفين النعومة ابتدى ينعم معايا جدا جدا، بس برضو لسه اهو شايفين نعومة ما فيهاش اي تكتل خالص. بس طبعا لسه انا مش عايزة برضو القوام ده، انا عايزاه يكون سائل شوية عن كده. بس اكيد احنا شايفين وملاحظين ان الكريم ناعم قوي معايا. انا مقربه لكم الكاميرا على اساس تشوفوا المراحل بتاعته انها ناعمه وما فيهاش تكتلات، اهو بالشكل ده بجد تحفه جدا. بتعملي ايه؟ انا طبعا حطيت زودت هنا شويه على اساس اني انا شويه زيت، يعني على اساس اني انا بس حطيت كترت شويه على اساس اني انا ايه يديني بسرعه، لان طبعا عشان التصوير عايزاه يديني القوام بسرعه. فقدرت احدد الكميه اللي انا محتاجاها بالظبط اهي بالشكل ده. ممكن على فكره تحطي بدل زيت الزيتون معلقتين من اللبن الحليب، معلقتين حليب او معلقه زبادي، هتديكي برضو القوام ده اللي انا عملته. يبقى انا زودت دلوقتي حوالي معلقتين حليب لاني لقيته متكتل معايا ومش عايزه بقى، خلاص هو خد كفايته من الزيت كتير، فعايزه ايه حطيت معلقتين من الحليب. حلو جدا وبيعمل بوتكس رائع للشعر. احب افكركم ان احنا هننزل بروتين ان شاء الله طبيعي، هعمل بروتين طبيعي للشعر، هعمل بوتكس، هعمل كرياتين بإذن الله للشعر إن شاء الله برضو بطريقة طبيعية. استنوني في سلسلة حلوة جدا هعملها للشعر بإذن الله. أنا كده وصلت للقوام اللي أنا محتاجاه في الكريم بتاعي. طيب هنستخدمه إزاي بقى؟ لازم يكون الشعر مغسول ونضيف ناشف خالي من اي زيوت من اي ميه في شعري، ناشف خالص، يعني مثلا تغسليه قبلها بيوم وتاكدي ان هو نضيف ويكون ناشف خالص من الميه. هتحطي هتفرقي شعرك وهتحطيه مده ساعتين خصلات كده اهو زي ما احنا شايفين كده في الفيديو. هتقسمي شعرك لخصلات بالشكل ده. طبعا دي وصفة كريم عملته رضوى الشربيني، ان شاء الله فعلا نتيجته انا جربته على شعري وتحفة جدا. بتقسمي شعرك خصلات بالشكل ده وبتوزعي الكريم بفرشة بالفرشة الخاصة بتوزيع الكريم او فرشة الصبغة كلنا طبعا عارفين. وبعد كده بتحطيه على شعرك مدة ساعتين كاملة، ساعتين كاملة بتغطيه ببونيه بلاستيك اللي هو البونيه بتاع الشعر. ما عندكيش البونيه البلاستيك بتاع الشعر، شايفين قوام الكريم في منتهى الجمال والله.